مرحبا، اليوم سنقدم إليكم لغزا جميلا وفريدا من نوعه، يحتاج إلى تركيز عال ومتعلق بالرياضيات. كل هذا والمزيد في هذا الفيديو. أهلا وسهلا بكم في قناتنا. إذا كانت هذه أول مرة لكم في القناة، قوموا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ باللغز. يحكى أن حمامة كانت تطير في غابة، فمرت على شجرة عليها مجموعة من الحمام، فحيتهم وقالت مرحبا يا 100 حمامة، فردوا التحية وقالوا مرحبا لكن نحن لسنا 100 حمامة. قالت كيف ذلك؟ وكم أنتم؟ قالوا نحن نحتاج إلى ضعف عددنا ونصفه وربعه، وأنت معنا لنصبح 100. فهل عرفتم أنتم كم هو عدد الحمامات الموجودين على الشجرة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، فسيسرنا التواصل معكم جدا. ولا تنسوا بأن تبقوا على اطلاع دائما بالعلم.